عند زيارتك لولاية تلمسان ستتجه حتما إلى شاطئ موسكاردا بالمصب المهيدي الذي يعد مقصدا للعائلة والسياح من كل ولاية الوطن، فهو قبلة لكل الأشخاص الذين يعشقون زرقة البحر وذهبية الرمال. البحر هذا معروف نقولوا هكا مصرف نقولوا معروف كاع يجيو لها 40 ولاية يجيو هنايا معروف فورسي بريمي موسكاردا دوزيام الحمد لله كاين الأمن كاين هنايا. احنا جينا من ولاية سيدي بن عباس شاطئ مصب المهيدي شاطئ بزاف شباب منطقة ساحلية عندنا في لافرونتيير تاع المغرب بقى غير العائلات الأمن متواجد بارك الوطني بالحماية المدنية. موسم الاصطياف لسنة 2019 في جوهرة المغرب العربي لن يكون مثل المواسم السابقة، فالسلطات المحلية حددت شواطئ جديدة مسموحة للسباحة بعد إعادة تأهيلها وبعث روح العصرانة في المؤسسات الفندقية بها. فيما يخص موسم الاصطياف لهذه السنة ولاية تلمسان يعني سطرت برنامج ثري جدا لتنشيط موسم الاصطياف سواء من ناحية الشباب والرياضة أو من ناحية البرنامج الثقافي. هذه السنة نترقب يعني بدخول شاطئين جديدين على مستوى الولاية. كانت عندنا 10 شواطئ مسموحة للسباحة، هذه السنة راح تكون عندنا 12 شاطئ مسموحة للسباحة. فيما يخص المؤسسات الفندقية هذه السنة يعني راح عندنا 60 مؤسسة فندقية تتوفر عليهم الولاية بطاقة استيعاب 4149 سرير. نترقب دخول حيز لاستغلال 5 مؤسسات فندقية راح تدعم طاقة الاستيعاب لهذه الولاية. معالم سياحية كثيرة تتغنى بها هذه الولاية التاريخية، فمن معلم لالاستي إلى المنصورة وصولا إلى المغارات التي ستطير بك إلى حقبات زمنية مختلفة تروي لك قصة ولاية كتب تاريخها من ذهب. ما قدرش نعبر لك واش راني نحس بحاجه فريمون اكستراوردينير، حاجه مانيفيك. بلادنا شابه بزاف، المغاره الله يبارك عجبتني. انا صافي لا دوزيام فوا اللي راني نجي، جيت العام اللي فات لون ديرلي اون ايفير اوسي سيتي تري بو فوزي فوا. اليوم راني جيت مع قلت لك الجامعه تاع الحي اون اكسكورسيون، جينا جبنا الاطفال باش حتى هما يشوفوا هاد الثروات اللي راهم عندنا في بلادنا. هنا اذا في ولايه تلمسان ترسم الطبيعه لوحه من قصص التاريخ. هنا تقدم الطبيعه خدمه لعشاق السياحه والسفر، إذ أن المدينة العذراء ما زالت تحافظ على تاريخها العريق كاتبة تاريخا جديدا بما لفق معاصرنا.